مهم دلوقتي بقى هنشوف تقرير عن اكبر تجمع لجروب اعترافات سيده متزوجه، واللي كانت معانا هي زينب العشري ضيفتنا، ودعت برنامجنا صراحه عشان نحضر الايفنت اللي كان بحضور عدد من الكوادر في عدد من المجالات الاعلاميه زي مثلا الكتابه والادب والثقافه. فتعالوا نشوف التقرير ده ونرجع بعد الفاصل اللي هو هنا. الايفنت النهارده كان عن سوبر سنجل مامز، ان ازاي في ستات بتبقى سنجل ومنفصله وتقدر تبقى هي الاب والام مع بعض وتبقى حاجه قويه جدا. كان في قصص بجد كانت خطيره، يعني كان في ست اولادها اتاخدوا منها سنتين، وازاي هي قدرت تعيش وازاي قدرت تجيبهم تاني وازاي قدرت تبقى بالنسبه لهم الاب والام، وبالعكس رجعت علاقتها بعد كده بطليقها كمان بقوا اصحاب. وفي قصه تانية كمان عن حد واحده جوزها فجأة قال لها انه مش عايز يكمل، وازاي هي كملت بعد كده حياتها وقدرت تبني نفسها، وكلهم عملوا كارير خطير لنفسهم وعرفوا يقفوا على رجليهم بعد الانفصال. فبجد هم سوبر. يعني انا عجبني الايفنت ده، انا اول مره على فكره اسمع عليه لما عملوا لي الدعوه. قد كده دعوه جميله وليها اهداف حلوه قوي قوي، احنا محتاجين لها. انطلقي، اطلعي من مشكلتك، دوري دايما على حل مشاكلك زي ما بيقولوا اوت اوف ذا بوكس، يعني دايما حاولي تلاقي حل لمشكلتك، ما تتقوقعيش جوه نفسك. هو ده الانطلاق، وده هدف جميل في حد ذاته. انا امراه مصريه وافتخر، وخلوا بالكم من المراه المصريه لا يستهان بيها يا جماعه. لا يستهان بيها، اهو انا قدامكم اهو، وان شاء الله يعني بالتوفيق لكل المنظمين والاداريين، وبشكر الإدارة هنا مرة تانية وثالثة ورابعة. النهاردة كنا في بنتكلم عن إزاي إن العمر مجرد رقم والشباب شباب القلب. كنا مستضيفين النهاردة السباحة نجوى غراب ومدام زينب شفيق، بيتكلموا عن إزاي نتقدم في السن بصورة صحية وبصورة إيجابية. تم تكريمي من ضمن 50 شخص حوالين العالم بيشتغلوا على التقدم في السن بصورة صحية. ده كان عشان وقت الكورونا كنا ابتدينا قبل ما نعمل المؤسسة المقيدة تحت التضامن، ابتدينا كجروب على الفيسبوك بيدعم فكرة ازاي نتقدم في السن بصورة صحية، يعني ازاي ان احنا يبقى عندنا المعلومات الطبية والاجتماعية والنفسية اللي تخلينا ان احنا ندعم اهالينا واهالينا نفسهم يقدروا يدعموا بعض، وازاي ان احنا نقدر ان احنا ندمج كبار السن في المجتمع بطريقة انها تخليهم يكبروا في السن بصورة صحية، ازاي ان احنا نقدر نعمل علاقات اجتماعية جديدة، ازاي ان احنا نقدر نود بعض ونبني علاقات اجتماعية مختلفة، ازاي لو حد تعبان نقدر ان هو نعمل له توعية بحيث ان هو يقدر يسأل الأسئلة الصح اللي تخليه ان هو يقدر يبقى عارف الحالة بتاعته مظبوط ويقدر ان هو يتقدم في السن بصورة إيجابية.